الراحل محمد الحياني والراحل ديال كان هاد التحول الجذري. لا دابا حاليا هي راه كتدور الاغاني ديالها في الواتساب وعند الناس واللي كيسخروا منها وكيستهزئوا منها، ومني توصل انك انت كتشكلي واحد الايقونه في واحد الوقت يبقاو يستهزئوا من ذوك الناس، راه شيء شويه كيكون. طيب اذا من مؤدي مؤدي من وراء شهرة الفنان، هل الجمهور أم الإعلام؟ نبدأ محطة رئيسة جدا وفيها محطة يعني كثير ما يقال. أنا كنظن باللي الأشياء اللي هضرنا عليها دابا واللي أثرت على الجودة الفنية، فالإعلام دور كبير فيها. صحيح أن كيف قلت الناس كتصرف بطريقتها الخاصة في صنع راسها من خلال طرق التواصل الاجتماعي، ولكن طبعا هنا ما عنديش نعم، مع احترامي لجميع المنابر الإعلامية، ولكن كاين بعض الاستثناءات. مثلا لما كتشوف فنان كفء عنده قدرات هائله، عنده واحد الطريقه ديال الفنيه مزيانه، ماشي بطرق معقوله بطرق موضوعيه وكذا وكذا وكذا، ولكن ما كيتمش النداء عليه. يقدر مثلا ناخذ حنايا مجله كيتعيط له واحد الاستجواب ديال ثلاثه ديال ولا اربعه السطور، والغلاف كيكون فيه شخص اخر، شخص آخر بين قوسين ذاك الشخص غير اللي دار شي إثارة. تقلت لي بالحرف بأن فنانة مغربية ما كانتش تستحق الغلاف لولا ما دارت هاد الحاجة. مجد، هل أخذتي يعني ما يكفيك من الشهرة؟ هل أنت راضية؟ أنا ما عمري ما قلبت على الشهرة، أنا أصلا صدقا يعني صدق أقسم لك يمينا عمري ما قلبت على الشهرة. أنا دخلت المعهد على أساس أنني كان بغي المسرح وباغي نشتغل في المسرح وفقط. تجبرت جلبني، أنا اشتهرت عن طريق التلفزيون يعني في 1993 لعبت أول دور البطولة. طيب. وشوفي الحاجة مني ما كتعيناش كتجي، ملي كتجري موراها فعلا، لأن هناك فرق شاسع ما بين الشخص الذي يبحث عن الشهرة أو الشخص الشهرة التي تبحث عنه. طيب باش نبقاو دائما في هذه النقطة، هذه نقطة لأن مهمة. مثلا شوفي الكل كيتهافت على الأغلفة. أنا مرة جاني عرض أنني نكون في غلاف مع فنان مغربي. أنا تساءلت بشكل موضوعي، هو فنان مغني يعني منطقيا، اتصلت بيا الصحفية باش ديرني أنا والفلان الفلاني في الغلاف. سألت سؤال شنو علاش اختارتني أنا، أنا توقعت أنها غادي تقول لي باش يمول محتمل يكون مشروع عمل كذا. قالت لي باش إلا شافوكم جوج يقولوا راه يمكن كاينه. شوفي دابا المعيار علاش تختاريت، وفي نفس اذا الاعلام له دور ربما في نفس الظرف. في نفس الظرف سمحي لي نكملي هذه الجمله، الله يجازيك بخير. كنا متعادلين حتى في نفس الكلام بالنسبه لك. كنت شيء جميل، كنت درت واحد الاستحقاق جميل وما تعيطتليش عليه. اذا كنت كتبحث على البوز اللي قلتي انت. جيد استاذ دفري، يعني نبقاو في النقطه ديال الاعلام. هو بعد اولا الان دابا حاليا نعم راه الغلاف والمجلات وداك الشيء الاوراق راه ما بقاش كيشهر، كاين آليات أخرى. نعم، وهذا اللي باغيين نوصلوا يعني هل يحق الحديث الآن في هذه الفترة الراهنة أننا نتحدث عن الشهرة التي تصنعها المواقع التواصل الاجتماعي؟ صحيح. والعالم الافتراضي، هل يمكننا أن نتحدث عن ذلك؟ بطبيعة الحال، لأنه كل زمن عنده الوسائط الإعلامية ديالو. هل هي شهرة؟ الشهرة بتأكيد، حيت غير أنا حاجة واحدة اللي بغيت نركز عليها، هذه مرتبطة إنسان بالإنسان، أنه ما كاينش شي واحد ما كيبغيش الشهرة. وإلا قال أنا ما كنبغيش الشهرة كيكذب، هذه مسألة طبيعية. أنا كنبغي لا غير اسمح لي غير نتفاهموا. لا ما معنى كنبغي نتشهر؟ كنبغي نحقق ذاتي. أنا عندي ليغو، عندي الأنا، أنا عندي واحد الإحساس بأنني كائن موجود، أريد أن أثبت ذاتي. ولكن ما تشتغلش ما تشتغلش إنسان على هذا الإيغو وكيصبح مغرور. ما يمكنش نقول ما كنبغيش، وإنما خصني نقول باغي نتشهر. كنتحكم فيها، باغي نتشهر، ولكن شنو هي الآليات وشنو هي الطرائق وشنو هي الأساليب اللي كيخصني نتحكم فيها ونتقنها باش نتشهر؟ أما إذا كنت غنبقى غير نحلم بالشهرة فهي غادي تصبح عبارة عن أحلام، لأن كلنا عندنا أحلام. إذن هي واش إذن هنايا على هذا الأساس، هل الشهرة هي غاية أم وسيلة؟ على الشهرة انطلاقا مما ذكرته الآن. هذا هنا كاين جوج ديال المقاربات. اللي بالنسبة ليه
حيت كاين اللي عنده الشهره هي الغايه هي الغايه وكاين اللي عنده الشهره هي وسيله هادو كاينين يعني ما يمكنش نقولوا كاين غير هادو هادو كاين اللي عنده مثلا الشهره بالنسبه ليه هي الغايه اللي هو بالنسبه ليه خصو انه يتشهر لذلك قد يسقط في الكثير من المطبات والمشاكل لانه غادي يكون بالنسبه ليه بحال الغايه تبرر الوسيله ولكن كاين اللي عنده بالنسبه ليه هي غير مجرد هاد الشهره وسيله من أجل أن يحقق شيئا ما شنو هو؟ أن يساعد نفسه على تجاوز أمور كثيرة يريد أن يتجاوزها في حياته. من الذي يمكن أن يسرع بأفول هذه الشهرة ماجدة؟ نعم الزربة وعدم تحديد الأهداف لأن لما كنزربو كنغلطو اكيد ف والحاجه اللي كتجي بسرعه كتمشي بسرعه لما ما كنحدوش الاهداف ديالنا